وبعد مرور عام على تنصيب رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، أبت وزارة التجارة والسياحة إلا أن تترك بصمتها بتنفيذ جزء من برنامج تعهداتي، بداية بإعداد وإصدار القانون رقم 007/2020 المتعلق بحماية المستهلك، والذي سيكون نافذا في مطلع ديسمبر المقبل، وتكثيف عمليات الرقابة والتفتيش بعد إمدادها بسيارات رباعية الدفع. مراقبة المواد الأساسية وتثبيت أسعارها، إبرام اتفاقيات مع الموردين، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار طيلة الأشهر الماضية. مراقبة جودة ومواصفات المنتجات والسلع الاستهلاكية. مصادرة وإتلاف 1494.5 طن من المواد المنتهية الصلاحية. إعادة 1,600,000 أوقية جديدة كغرامات مالية إلى خزينة الدولة. تنظيم المعاملات التجارية. بعثة للمساعدة الفنية من أجل تفعيل اتفاقية الشراكة مع الإكواس خصوصا للتعرفة الجمركية الموحدة. التنفيذ الفعال للتعرفة الجمركية الخارجية المشتركة مع مجموعة الدول الاقتصادية لغرب إفريقيا. وفي المجال السياحي، الشروع في دراسة وإعداد مشروع قانون الأنشطة السياحية، وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة مشروع تنمية وتقية السياحة المستدامة في حديقة حوض أرجين، المشاركة في صالون فيتور في ملتقى الاستثمارات السياحية بمدريد، المشاركة في الصالون الدولي الفرنسي بغية التعريف بموريتانيا كوجهة سياحية مميزة. لا شك أن القطاع التجارة والسياحة واحد من القطاعات المهمة، خصوصا في مجال تنظيم السوق وتوفير مراقبة المخزون من المواد الغذائية الأساسية في البلد. هذا بالنسبة للشق التجاري. بالنسبة للشق السياحي، القطاع معني بالدعاية لموريتانيا كوجهة سياحية وتنظيم الفاعلين السياحيين في البلد. وفي ذاك الإطار، من الساعة اللي شكلت حكومة منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، سهرنا على أننا نطبق ذيك المهام الموكلة للقطاع بشكل عام. بدأنا في تنظيم القطاع التجاري خصوصا، وجل ذاك في إعداد قانون الحماية المستهلك الأول مرة في البلد، وصادقت عليه الحكومة وصادق عليه البرلمان. طبعا هذا القانون هو اللي له يمكن القطاع لأنه يعدل هذه المهمة اللي هي حماية المستهلك بشكل اللي مطلوب، وتعود المهام كاملة اللي يتعدل إدارة حماية المستهلك تعود محطوطة في إطار قانوني. طبعا شهدت هذه الإدارة تطور ملحوظ، وذلك بفضل يعني الرعاية الرسمية من الرئيس الجمهورية ومن الحكومة بتوفير الوسائل المطلوبة. وبدأت الإدارة في أداء مهامها على مستوى العاصمة وعلى مستوى الداخل بشكل يكاد يكون جيد، مع أن نتطور منها الكثير إن شاء الله، ونشتغل على تعزيز قدراتها. بالنسبة للاتفاقيات الدولية اللي نحن هون قطاعنا مسؤول عنها، اشتغلنا عليها وتمكننا على أن نتقدموا في ذاك الاتفاق الشراكة اللي بيننا مع الإكواس ومنظمة السيدية، وكذلك نشتغلوا بشكل متسارع على الاتفاقية الأخرى اللي هي اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية القارية لتشمل كل دول إفريقيا. كذلك نشتغلوا على اتفاق اللي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وعلى الاتفاقيات الثنائية اللي بيننا مع دول الجوار المغرب والجزائر، نشتغل عليها كذلك. بالنسبة للسياحة، كان عندنا مشاريع طموحة، وهو تنويع الأماكن أو السوق السياحية الموريتانية اللي تعتمد بشكل أساسي على السواح القادمين من فرنسا. تقدمنا في أشواط كبيرة مع جهات أخرى، خصوصا إسبانيا، شمل الاتفاقيات اللي كانت يالله
تؤتي ثمرتها في الموسم القادم. وما زلنا نشتغل عليها على كل حال، جائحة كوفيد هي اللي وقفت الموضوع. هذا بشكل عام، يعني نشتغلوا على تكوين في مجال السياحة. تقدمنا بخطوات مالية متسارعة حول إنشاء مدرسة تعلم الفنون المتعلقة بالسياحة، إن شاء الله مبرمجة في 2021، وإحنا تقدمنا خطوات كبيرة إياك تعدل في 2021. بالنسبة لسلامة المواد الغذائية، تقدمنا مالية في أشواط، عندنا حالا مرسوم مسودة مرسوم جاهز لينعرض على مجلس الوزراء يتعلق بإنشاء هيئة لسلامة الأغذية في موريتانيا لأول مرة كذلك. بالنسبة للي يتعلق بتسيير جائحة كوفيد، أعتقد أن القطاع كان دوره رائد في تسيير الجائحة بالتعاون مع مختلف القطاعات. يسوى بذلك يتعلق بالنظرة الاستراتيجية لتسيير الجائحة، ويسوى بذلك يتعلق بالإجراءات الملموسة. يعني احنا كنا وقفنا للأسف نقولها هون توافد السواح من فرنسا، لأن كنا مستشعرين على أنه فهم خطر يجيبوا العدوى الموريتاني. كذلك اشتغلنا على ضبط السوق، ضبط الأسعار واستقرارها، مواكبة للإجراءات اللي قبل فخامة رئيس الجمهورية حول تخفيض والله قاعد إلغاء التعريفة الجمركية عن بعض المواد الأساسية. الحمد لله احنا نشوفه مؤشر الأسعار من بداية مجي الحكومة لين ضرك، نشوفه على أنه إما ثابت أو في تراجع، يعني مختلف المواد. يعني نشوف توفر المواد الاستهلاكية في السوق، في الأسواق الوطنية في مختلف أنحاء البلد، نشوف أنها متوفرة. ذلك ناتج عن الدور التنظيمي والتعاون اللي تقوم به الوزارة مع الفاعلين الاقتصاديين في المجال. احنا طبعا نشتغل وإياك نعزو دور الوزارة وتعاونها مع القطاعات الأخرى، حيث أننا استطعنا أننا نعزو مكانتها في التعاطي مع كامل اللي ينقال له التجارة، خصوصا التجارة الخارجية. يعني هناك أدوار مهمة تلعبها الوزارة مع الوزارات الأخرى، وبدأنا نشتغل على موضوع الرقابة لأنه مهم جدا، رقابة الأسواق وحماية المستهلك من جميع عمليات الغش والتحايل والقضاء على المواد المنتهية الصلاحية.